السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. على الدوري العام هذا ما سنتابع من خلال هذا اللقاء عزيزي المشاهد. الكرة مع السالمية، بندر الى تسديدة وهدف، هدف اول هدف في المباراة، اول هدف اللي تم التعاقد معه من قبل نادي كاظمة بعد انهاء مروان رجب المدرب المصري. عبد العزيز نجيب يسدد وهدف، عبد العزيز نجيب وهدف، هذا بندر الى اللاعب محمد فراد، الى بندر شميري، الى محمد فراد يسدد هذه المره، ترجع مره ثانيه وهدف، هدف هدف للسالميه. محمد فراد جناح بلوش ولكن خطا على انور بن منجي، ترجع الكره لي كاظمه سريعه وحمام، يا حمام حمام يا حمام، بلال الى الدائره، لاعب الدائره ولكن حكم برت يقول هناك لا شيء. الخالدي هجمه سريعه، عبد القادر الى حمام، الى عبد القادر، علي 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 يا علي يا علي يا علي، يعني نقول ارتقوا في مستوى الدوري هذا العام. نتمنى التوفيق لانديتنا. الكره مع السالميه، بندر ورميه جزاء، رميه جزاء بتساهل، هذا مورسي، هذا مورش، رميه جزاء، واللي راح يسدد الرميه الجزائيه انور بن منجي او محمد فراد. محمد فراد السالميه وكاظمه ما راح يخلونك ترتاح، ما راح يخلونك تلف راسك يمين يسار، راح تكون جاب الشاشه ومواجه للشاشه. عزيز تسديده ولكن ويابس يتصدى العزيز نجيب، ترجع هجمه سريعه للسالميه، حيدر الى فراد ولكن ترجع يا يمكن ما تجي، ولكن دخلت المرمى. 4-3 السالميه، 3 كاظمه. الكرة معه، الحكم يصبر خلاص، شي يقول حاضر. تمريرة من عبد العزيز، تنقطع الكرة، هجمة سريعة بلوشي علي وهدف، علي بلوشي وهدف، ترجع الكرة نجيب إلى سالم عبد السلام، أيضا خطأ متكرر، ترجع هجمة سريعة مرتدة وانفراد. هو يا السالمية اخطاء غريبه عجيبه يرتكبها لاعبي كاظمه في انتظار قرار او تعليمات الكابتن خالد. لا تركزون على الدائره، هم مركزين، احنا الباكات باك من برا، اطمر شهود واقفين على السته، واحنا كلنا بدنا نطلع الدائره، ما تقدم، هو واقف على السته، ليش بس اخطط له كروس تحت، نزل اثنين دائره لعبوا كروسات عندهم شهودهم، بعدين لما ترد علي شباب احنا نقول لكم عشان لا تصير غلطات بالمباراه، خارجي ما يديش سالم فاول، ليش تخلونهم يقولون؟ احنا مع ستة امتار يا ذيكم الله، اسمع وين افراد انتهى الوقت المستقطع، انتهى الوقت المستقطع اللي طلبه الكابتن خالد طالب من خلال عديد اللاعبين للتهني، عدم الاستعجال بناء الفوز هذه المباراة، ولكن ايضا لا نبخس حق السالمية، ايضا سالمية من الفرق المتميزة في هذا الموسم. كرة مع عبد القادر، تسديدة ولكن في القائم، ترجع مرة ثانية معك يا علي، عبد القادر لحد الآن تسديدة أولى في الهدف، ثاني مرة في العارضة، حيدر إلى أنور أوهو يا أبو النور، أوهو بلال حمام، وتصدي أيضا من حائط الصد التونسي محمد رضا. كرة مع مفرح إلى حمام وهدف هذه المرة حمام، بلال حمام، كرة مع السالمية، ور مرة ثانية أنور بن منجي إلى فراد، يحاول إلى الجناح علي مرة ثانية، راح يكون هناك لعب سلبي، هو وصل عددي، وبالتالي يحاول المدرب كاظم الكابتن خالد طالب أن يعمل توازن في العددية من اللاعبين. الأمير يا أمير وهدف، الأمير وأنت أمير بهذا الهدف، الأمير وهدف، ترجع مرة ثانية لبلوشي، يا بلوشي مباراة اللي قاعد في الشاليه يستمتعين في هذه المباراة، الآن متجمع مع ربع بالدوانية أيضا يستمتع، عشاق نادي السالمية أعتقد مستمتعين، يابس يتصدى لهذه التسديدة، يكمل لنا المستوى والتميز لنادي السالمية و
وتسديده، ولكن حيدر بالعرض، يمكن حيدر بالعرض يرجع هجمه سريعه، هجمه القطان، القطان وهدف احمد القطان، ولكن خالدي لاحمد القطان يا ال سعيد يا كابتن فاضل متقدم، لاحظ طريقه 4-2 تتحول في بعض الاحيان الى 5-1. الكره مع السالميه البلوشي الى فراد الى بندر، تسلسليه وحسين سلمان، حرام عليك يا ابو علي، حرام عليك يا حسين يا سلمان، حرام عليك يا حسين يا سلمان. لوحة جميلة فنية في الهجمة الأخيرة، تصدي من بويابس، يرجع هجمة سريعة، بندر 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 يا التهويشة، عبد السلام يحاول مرة ثانية على عبد القادر، دفاع قوي من السالمية إلى جناح القطان، لعملية اللعب السلبي، إشارة واضحة عليه تسديدة، ولكن بويابس يتصدى. السالمية بندر، أنور بندر، علي أنور، وين راح تروح الكرة؟ محمد فراد يسدد، يا محمد يا انتصفنا الشوط الأول، تنقطع الكرة، علي البلوشي، حيدر دشتي أو أنور أو محمد فراد عفوا إلى حسين سلمان، وهدف حسين سلمان، وهدف الكرة معه كاظمة، بلال، علي عبد القادر، بلال بلال وهدف، بلال وهدف، هل يستقل كاظمة؟ السالمية بندر، حسين إلى علي، بندر يا السالمية يا السالمية يا السالمية، ولكن برافو يا محمد يا متعب متعب، لوحة جميلة وخطة جميلة نادي السالمية، ولكن يتصدى له محمد متعب، بلال وأيضا تسديدة بالتسرع. الكويت السابق والسالمية في هذا الموسم، فاضل آل سعيد، كابتن فاضل آل سعيد مدرب نادي السالمية، عملية الضرب الواضحة من علي الحداد، نقص عددي، ترجع بلال وهدف، بلال وهدف، هل تم محمد فراد، وخطأ ورمية حرة، خطأ ورمية حرة، اللعبة سلبي، إشارة واضحة من حكام مباراة اليوم، رفع اليد، محمد يسدد، يا محمد يا محمد، محمد يا فراد يا محمد يا فراد، وهدف، هدف للسالمية، عبد العزيز نجيب، عزيز إلى علي، وعلي وهدف، وعلوة يكمل المباراة حتى نهايتها. الكرة مع السالمية، حيدر إلى محمد فراد، إلى جناح حسين سلمان، وهدف أبو حسين، هذا أبو حسين، اللاعب رقم 17، اللاعب رقم 17 من السالمية، علي خالد، ترجع الكرة بلال، أوه يا بلال، وأيضا صد كظماوي، ترجع الكرة، هجمة سريعة وانفراد، علي عبد القادر، علي وهدف، علي عبد القادر المدرب فاضل آل سعيد، ننتظر ونرى ماذا سيقول كابتن فاضل للاعبي نادي السالمية. اسمع أو 6-0 قاعدين نلعب زين، بديت تندى، طب كملوا شغلنا، إذا سوينا الدوران كملوا الكروسات على بعض عشان نلعب على الفراغات، ما قاعد يسمعوني زين، ما قاعد يسوي الكروسات في البداية، كنا قاعدين نسوي قلنا ماشيين صح، اسمعوني زين، هني ها كملوا هني، حتى لو رفع الحكم سلبي ثلاث كروسات جول، اسمعوني زين، اسمعوني زين، هني ها بكروس واحد، وهني واحد ضد واحد، هني نسوي زيادة، أوكي اسمعوا، 9 بنلعب 9 13 دوران، أوكي يلا هاو العب قوي تونا، انتهى الوقت المستقطع، انتهى الوقت المستقطع، ظلال سعيد، نقص عددي لكاظمة، هل يستقل السالمية هذا النقص العددي؟ كرة مع محمد فراد، محمد وهدف، نعم مساحات الآن، مساحات مرتفع لنادي السالمية ومكملين لمنظومة السالمية، كل الشكر نادي السالمية على هذا الاختيار صراحة المتميز من خلال هؤلاء المحترفين. تسديدة من بلال، ولكن بويابس موجود، تمريرة يا محمد، ولكن برافو برافو يا محمد، برافو يا محمد، يعني نقول برافو يا محمدين، برافو يا محمدين، محمد بويابس ومحمد متعب، محمد بويابس، الكرة مع كاظمة، لاحظ الآن مراقبة بلال حمام، بلال يحاول يخترق، يخترق وهدف، هدف هدف لكاظمة، بعد دقائق بعد ما كان الفارق إلى من 5-6 أهداف، الآن أصبح الفارق 3، ممكن يصبح الفارق هدفين، علي عبد القادر هدفين،
علي عبد القادر وهدفين. قلنا لكم يا اعزائي المشاهدين وكباتننا الكبار بالاستوديو التحليلي بشرح مدى وقوه بلال حمام من خارج منطقه التسعة متر، كره مع السالميه، علي البلوشي يسدد، محمد متعب يتصدى، بلال راح يسدد يمرر ولكن تمريره خاطئه، بندر وانفراد، بندر وهدف. الكره كره مع كاظمه، بلال عبد العزيز نجيب الى بلال مره ثانيه يسدد ولكن محمد بيابس يتصدى، ترجع هجمه سريعه، بندر انفراد وهدف. يا السالميه. اسماعيل خزعل تنقطع الكره، هجمه سريعه، محمد فراد وهدف من فراد محمد. 18 اصبح الفارق ست اهداف. وبالتالي لاعبي السالمي قاعد يلعبون لحد الان على كيف ومهدف لعبت قاعد يشاهدون امامكم لاعب طريقه 6-0 حتى يوقف عمليه التسديد الخارجي من خلال اللاعب بلال حمام. كره مع السالمي، محمد فراد تسديده ولكن محمد متعب يتصدى. طبعا هي قراءه مدربين، كل مدرب يعرف شلون يمشي المباراه على كيفه. كابتن فاضل ال سعيد والكابتن خالد طالب من الكباتن الكبار، وهدف لعبد العزيز نجيب، هدف لعبد العزيز نجيب، وياخذ الكره ولكن هناك خطا واللعب السلبي شارع واضح من الحكام الفرنسيين. بندر راح يسدد يخترق الى انور يسدد وهدف. انور يا انور برشه، وايضا استعجال وترجع مره ثانيه، خطا على كاظمه، ترجع هجمه سريعه، لاحظ عمليه الفاس بريك، وعلي بلوشي يا علي. التغيرات الدفاعيه والهجوميه اللي حصلت لكلا الفريقين تحدث فيها الكباتن بالسيد التحليلي. علي عبد القادر الى جناح القطان وتصدي من محمد بوياج اللاعب، والاستبعاد المؤقت الثاني للمهاجم وتسديده، ولكن تصدي من محمد متعب. هل سيستقل عبد العزيز نجيب؟ ابراهيم الامير، اللعب السلبي على عبد القادر، الى عبد العزيز نجيب، الى علي يا عبد القادر. دخول خاطئ على حيدر، هجمه سريعه، فاس بريك. يا الله، تمريره وعلى هذا الاستلام من ابراهيم الامير. يا سلام عليك يا محمد يا متعب، ويا سلام عليك يا ابراهيم الامير. تصدي من محمد متعب. ترجع الكره، اسماعيل خزعل، علي عبد القادر، علي، اسماعيل، خروج اللاعب بلال حمام ووقت مستقطع يطلب المدرب فاضل ال سعيد، نستمع ما سيقوله. علي خالد اثنين، اوكي، حيدر هني فوق ذاك، اسمعني زين، حيدر فوق، بندر فوق، وانت وين؟ اثنين خلاص، اسمعوني زين، بنلعب على طول، مشي كورة ونلعب السالمين، اوكي؟ اقربوا بس مو تصيروا بعيد، اقربوا والعبوا السالمين، لا تخلوني، حرام عليكم النتيجه تقرب عليكم، حرام. شباب قال ركز، هذه اكيد، هذه في دايره، اسماعيل على طول تنزل، صد نفسك، يعطيك كبيره. انتهى الوقت المستقطع اللي طلبه المدرب فاضل الله سعيد واعطى تعليمات فريق عامه. كره مع السالميه، محمد الى انور الى ضويحي الى جناح، يا ابو علي، يا حسين، يا سلمان طالب، والله لك حق يا كابتن، تبي فريقك يفوز، تبي فريقك ينجح بهذه المباراه ويتقدم خطوه من المراكز، وهدف، هدف لعزيز نجيب. هذا عبد العزيز نجيب، سعود ضويحي الى انوار، وتسديده ولكن محمد، لاعبين اثنين من الجمهوريه التونسيه، كره مع انور الى محمد الى خير الله، تسديده ولكن متعب. صعب لفريق نادي كاظمه امام نادي السالميه، كره مع عبد القادر، تمريره خاطئه، ترجع هجمه سريعه مرتده، التحول الهجومي الدفاعي الهجومي، وهدف سعود ضويحي، وهدف، هذا سعود. عبد القادر الى حمام، بلال، علي،
الى بلال راح يسدد ويمرر الى اسماعيل وهي يا حمود يا حمود يا ابو يابس يا محمد يا ابو يابس تسديده وتصدي محمد متعب لا لا الحراس لا لا الحراس مباراة حراس محمد ابو يابس يتصد اوه وهدف هدف هدف لبلال تنقطع الكرة تنقطع وانفراد احمد القطان احمد يا ابو يابس يا يابس يا ابو يابس ترجع مره ثانيه هجمه سريعه علي عبد القادر وهذه المره هدف حرام والله برافو عليك يا محمد والله لك حق يا محمد اختراق دفاع السالميه وتسديد بكل قوه ليسجل هدف بعد ما تصدى الانفراد تام من قلب احمد القطان ترجع الكره تسديده وهدف هذه المره محمد فراد يلا فارق النتيجه الى هدف هل يخلص الكاظمة المباراة أو النتيجة إلى هدف عبد العزيز نجيب إلى القطان وأبو يابس يا 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 وتبعد عنك الإصابات كرة مع كاظمة كرة مع كاظمة بلال إلى عبد القادر وهدف هدف مفاجئ وتسديدة مفاجئة فارق هدف محمد فراد إلى الجناح ولكن حكم المباراة يقول لك لا شيء وهجمة سريعة أوه أوه يا مبارك والتعادل تعادل تعادل تامي لعب كاظمة والتحول الدفاع الهجومي ووقت مستقطع يطلبه المدرب فاضل آل سعيد لنادي السالمية ليش معصبين؟ احنا فايزين ليش معصبين؟ ليش معصبين؟ خاطر الكوتش النص محلول يعملوا في اثنين تغيير في النص اهدى 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 شوف حيدر في الباك فراد في النص انوار دائره اوكي اسمعوني زين هوب سووا الدورانات عندنا الحين كم عندنا 19 دقيقه واحنا جاهزين وعندنا احتياط ونبي نفوز ركزوا ركز انتهى الوقت المستقبل شفت لما قلت لكم قبل ثواني ان هناك في عصبيه الكره مع محمد فراد دفاع قوي من كاظمه مقابله المهاجم حيدر الى انور النجي تسديده ولكن تسديده طائشه هجمه سريعه مرتده هجمه سريعه وكاظمه يتقدم كاظمه يغلب النتيجه وسلامات يا محمد يا ابو يابس قوى باور ايجابي للاعبي نادي السالمي هذا ما سنتابعه انفراد وتسديده ودفاع قوي من كاظمه سعود تسديده وهدف حيدر دشتي يرجع للمباراه تعادل وكاظمه كان متقدم بالنتيجه سالميه هو من اتى بالتعادل الكره مع السالميه سعود الضويحي انور او محمد فراد الى بلوشي وما في شيء 109 امتار لاعظ الحكم يكلمه بالفرنسي عادي يكلمه بالانجليزي ما عنده راي يقول انه ما في شيء سعود يا سعود ولكن تسديده طائشه وخير موفقه من سعود الضويحي ترجع الكره علي يا علي يا علي يا علي اعلى مستوى وماشيين مع المباراه باحلى ما يمكن مع المستوى المرتفع لكل الفريقين ايضا حكام مستويات مرتفعه وهدف التعادل عن طريق بندر الشمري وهدف التعادل تسديده و لا 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 راحت المية بندر مباراه سريعه كره مع بندر الشمري الى انور او محمد فر... هذا انور يسدد ولكن متعب الماضي راح نذكر لكم الموسم الماضي شنو صار اذا ما لقينا الفرصه المناسبه راح نقول لكم صار في الموسم الماضي بندر ويا بندر يا بندر يا بندر يا حنين يا عبد العزيز ودخول خاطئ على عبد العزيز نجيب ترجع الكره السالميه فراه يا فراه يا محمد اشاره من الحكم الفرنسي واضحه الاشاره بوجود خطا على تسديده ولكن محمد ابو يابس ما بين لاعبي كاظم والسالميه ولكن هناك ايضا مباراه اخرى ما بين الحراس محمد متعب ومحمد ابو يابس كره مع محمد فراد وهدف 28
28-26 بلال إلى مبارا. يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد يا أبو يابس يا محمد يا أبو. لازم في مساعدة، لازم يعني لازم اللاعبين يساعدون الحارس. كرة مع السالمية، فراد يسدد وهدف، هدف هدف لمحمد فراد. عبد العزيز نجيب إلى بلال، عبد العزيز علي عبد القادر إلى بلال مرة ثانية إلى سالم عبد السلام وهدف، سالم عبد السلام وهدف. وكاظم لاحظ تقارب في عملية التصديات وأيضا تسديدات متقاربة 44-41. كرة مع حيد، أوه يا حيدر، أوه يا مشكلتنا الحين دفاع مو هجوم، مشكلتنا كل كرة قاعدين يجون يوصل لسبعة متر يطوفك يا يشوت يا يدش اختراق. خارج ابراهيم لا يطوف، خارج قلنا لكم لا يطوف، دش بندر راح خارجي دش بالوقت اللي هم قادرين يقولون اضعف ليمان خدت تسلسل يدش من وينك بس ما حد يفتح له، ما حد هني. انور لا تجري لا تجري، انا اخذ الدور الاول واخذ ايوه. وهني هم شو يبغى يسوي زياده وداهم من نزلوا زين، انت كمل يمين كمل يلي بالميكر وين ما يروح بالميكر، وانتون هني لا تطلعوا زين، اسمعوني زين وداده شوفوا الونقات على الفاست بريك اوكي يلا هم انتهى الوقت المستقطع. يعني الكابتن فاضل سعيد شوي تهدي الاعصاب. كره مع كاظمه، كره مع كاظمه، علي عبد القادر وين راح تودينا يا علي؟ بلال اختفى في الشوط الثاني، راح اقول لكم للسبب وهدف. بلال الكره مع كاظمه، يعني راح تعيدون يا كاظمه يا السالميه وتساوون لك كلاكيت ثاني مره على قبل النهائي وهدف. لاحظ ان لاعب السالميه هذا انور بن منجي فاضل ال سعيد 30-30 كرة مع بندر إلى العطية وهناك صافرة ومعها تروح في البيت ورمية جزاء، رمية جزاء محمد فراد، محمد وتركي، تركي ومحمد وهدف، محمد فراد وهدف. قوي من أنور بن منجي، دفاع قوي من أنور بن منجي لاعب السالمية. كرة مع بلال وهدف بالاختراق وهدف، بلال حمام بالاختراق. السالمية لم يفز إلا في آخر عشر ثواني السالمية فاز بعد ما كان طول المباراة كان هو المتقدم. علي وهدف، علي عبد القادر باختراقه وقدم عن طريق هذا اللاعب شاهدون أمامكم أحمد القطان طريقة الخمسة واحد. لاحظ خروج أحمد مفرح لمقابلة منجي أو عبد العزيز وهدف، هدف هدف لأنور. دقيقتين أو آخر دقيقة وخمسين ثانية على انتهاء المباراة الممتع وشيقة. علي إلى القطان، قطان سرسحة، علي العطية، بندر الشمري إلى محمد فراد مرة ثانية إلى حيدر 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 وهدف، هدف وحيد حول ممتع لهذا الموسم. الكرة مع كاظمة آخر نص دقيقة بلال إلى سالم عبد السلام ورمية جزاء، رمية جزاء علي عبد القادر، علي وعبد الله وعلي قلنا لكم إلى محمد فراد. هل هناك وقت مستقطع أم ماذا؟ محمد إلى جناح بلوشي ولا يوجد فيها أي شيء، حكم المباراة يقول لا يوجد فيها أي شيء.